بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حسام التنسيات، حسام التقبلات، حو أبو أمات ولاد دبل أهليكم قدرة سلام من رب العالمين كبتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبا حلقاتنا للأنبتنا دبا شارحنا يوصول ثلاثة إن شاء الله نقيس لنا ودبا دعوة كفو حوام رب العالمين دس هدينا وندي أسارة قلنا يعني لقبوش أن أمرنا وديننا أمرنا ونبينا أمرنا وربينا أمرنا وكمان كفو إن شك أبو والدليل هدييني كمان قدام من دلال دي بخير قلنشتي ونتعاون مثلا حد كفو دعوة دي بمثل نشقي وكفو نتعاون دي بوت للتهاجة للبرنامج دعوة دي بإسلام سك إسلام دليل لقب إنسان ما يحيى لقب إنسان دي بإسلام إسلامي اللي قبل أقوله وقل لا إسلامي نوع من ذكرت قبي إن شاء الله قدام لحد ولا ذكر فايدة ركب ولا مهنة إلا ولا وظيفة إلا للشغل اللي شغلنا هي دعوة من أشرف الأعمال، من أشرف الشغل، من أشرف مهنته وأشرف طريقته. يقول لي اللي شغل لنا ناي رسلته، وظيفتنا ناي أنبياءته، وظيفتنا أنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالإنسان يعني ربه آمر من قبي ونبيه آمر ودينه آمر ورب العالمين كل كمان بخير بذح ما نديبه بخير بذح أكرمه بخير بذح اللي ودقله ووفقه ديب. فيعني حب لأخيك كما تحب لنفسك إن دبيلك ما قل أروحته لا سنيت فتيك ما قل أروحته لا قري. يعني إنسان قل أروحته يوم بخلوات أنا بيت عندك خلوات خلوات عندك قري وحروف عندك كتب عليك باتاسة عندك كتب وأباه كمان يعني ديب لوح عندك كتب ومنه ديب مدر عندك كتب على ديب لوح كتب وشوية من بدر كروت سطر أربعة سطر خمسة سطر وصفحات وحرم ومصحف قري ما تكمل درسة الأتيكة لتعلم كل خير كل الأمر ورب وفقه ولتعم دين وتعم قرآن دعمنا سنة دعمنا حديث دعمنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شريعة عموما لتعمى ولا كانت لحقة أمريو وحق شعر أبو وحق عيشيو وخيرتكم سال أمرا كمان قل لحوو وقل لا لقب أقلو وقل لا لفت يوم يبرو وجه رب العالمين وقل لا أي إنسان لدعوة الله قد تفتح ولا دعوة الله قد تعمم ولا دعوة الله قد أنتشر ولا دعوة الله هتا قل تقبأ لكلمة ولا دعوة الله العالق قل تقبأ ندبيلا لقدام وقلش قبو واللي شقول اللي كما لبيلكو تو شغلنا انبياته وأشرف مهنته الدعوة إلى الله عز وجل وابتناسح تتأنبد لأنه علي رضي الله عنه بيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيليو عمل خيبر يوم خيبر خيبر أما وقعت على معركة على فنج مسلمين ومشركين أي قريش فأنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قل له بالله لا كردي بهم وأسئل لهم ودعي لهم دي الإسلام وشرح لهم فد الإسلام وخير إسلام وبركة إسلام وإيهم نوجب دي بهم من حقنا يا رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم أقسمه بلا فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله سبحانه وتعالى قل لهم قوم كنت ديبهم كأيهم تكرر
ميت اسلام ميت دين مو واجب ديبو مو ود ومن بلو اريك هاو من قبل وافهم كاو من قبل وحقنا يا رب العالمين اريك هاو من قبل اسلام ميت افهم كاو من قبل كا اوروت ما ان شاء الله استجيب منهم اوروت ما افهم منهم اوروت ما ان شاء الله اسلم منهم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله لي بل قديم اسلام لقيته النبي صلى الله عليه وسلم بيلا اللي خير من حمر النعم منا ان سرق حيته منا نوال قرم ومنا ان سرق قرم منا الحيث بيلا صلى الله عليه وسلم وفي ويقول كذلك صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ايضا من دل على خير فله مثل اجر فاعل. كلهم كلهم حديث برضه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحث بهم الناس يعني لقدام شجع ديبو لقدام لحفز ديبو قل لقدام قل اجتهد ولقدام قل لقيمة منايا دعوته قل الأمر وقيمة الداعين قل الأمر ولا داعي نفسه كمان يكبوتك يا عند بيلا قل يتكسف قل من تقل يبون عند بيلا لا صبر يعني لا صبر ديبا دعوت مرة سنيته هذا بديبا إن شاء الله ما أنا من قبل صبر عليه كمان رب العالمين يسرك قدام التهاجر ديبا لكن يبقى له حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بيلا من دعا الى هدى هدى قبي طريق مستقيم لقب اسكل يعني الهدايه والخير دعوه لقدم كان له من اجر مثل اجور من تبعه كورا تبعك كم قبي او ورا اللي هدنا القبي النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه ولا طريقتنا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه وربدي بخير هدي واصبح انسانا هاديا مهديا فانسان ان شاء الله اجركم سلا نفر تبعي اجركم سلا وبكى وقال لي من اجر لنا يوم ينقصني يعني ان شاء الله كم سلا وكمان ولا بكيت لدلل انت دي بسنيت دللو يا اخي حوانيتي نيبل بكيتي نيده كوي سنوات فلان نبتر من نقلة تأكيد الظلوم بديبا يوم القيامة رب قل اسألنا من ناتو لسان عدل لك إناتا وقل لك إناتا بير كامن قبي كالتخير ذل الكاو من قبي كالا قبي انتلت بالباليكا ولا قبي النبي ولا قبي رب العالمين ولا لقدام لا تنافع دي بالدين لا تنافع ودي بالآخر لا تنافع من كيت توعل وسنيت للدري إلا توادي كامن قبي ولا قبي لك أبعد كامن قبي دي بخير انت ولا قدام إلا قبي بس أبابك كمان انت من أجر لنايو كم سألك ما أنتلو بكا وقل هيني من نأجر لنا إلا ناقصني قدام التخير لا تقبل ولا قبل سنة تقبل بس أباتك أنت كم ما أنتلو بكا بدبتك كم سألو بكا ومن نأجر كمان يناقصني كمان لنفر أكيد لو أدى كم ما أنتلو هذا بدبت كده أكيد لو أدى ودي بكيد للدعين وقدام بس أباتك لما كرات وده وكيه جيت هذا كيه وداي وده كيف علف على انت ندر الكاو انت ندر الكاو بدل دي بخير ده لو دي بشر ده الكاو من قبل كمان منا اثام ومنا ذنوب ومنا معاصي تقدر تركبها انت ما تركبها ودي بكد قبل وبيرا صلى الله عليه وسلم برضه دي بحديث الامام مسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله الدال على الخير كفاعله يعني دي خير لدلل وقبي خير لرشد وإلا سنيت للبلك تقبي لسنيت للعوائل وتقبي سنيت لوجه ولا قبي سنيت للأقي و يعني إلا دبال للعوائل ودبال للودة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله كم سليه لهيب دباجر من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وبينا من دل على خير فله مثل أجر فاعله إلا قبينا يا دعوة ولا قبينا يا أنبياء ولا مهنة إلا ولا شرف إلي ولا كانت إلي لرب لها بيو ورب لها وفق يو ولا أختير يو
بفضلنا يا رب العالمين بقوتك وبحيلتك وبشطارتك وبذكائك رب انت وفق ايوب بركته ذيبه كمان لو حر عقل رب لها يوتيوب ولا استخدمه دي بخير استخدم ايوب ودي بعد ودي بسنات او عليه دي بيقول له وكده اللي انت امر الله صبر فعلا انا تقول جبي لا سنات تعبت ولا جبي لا بوظيفه انبياء لمارس وفي ودي ودي فتان في الودي وجبي انبياء تعبت وتمر شق على لشقة إن شاء الله منا خيرين قبي ومنا نواب نايا النبي صلى الله عليه وسلم قبي ومنا ورثتنا النبي صلى الله عليه وسلم قبي ومنا نوابنا يا رب العالمين قبي يعني الله سبحانه وتعالى بيلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أحسن من إلا ألبوني يا ناس اتقوا الله بركم من قبي يا جماعة رب فورا بركم من قبي يا جماعة دي بربنا أكبر قبي رب تحيسانا ربينا نفرح بيركم من قبي قل أروحات كانت أطبقك كمان ربنا صديقك كديب قدام تعديك من قبي كبعد خدمك من قبي وكل المسلمين بالله يا جماعة دي هنا لا تنفعنا دي بالدنيا ودي بالآخرة لا تصالح قلنا ومورنا لا تصالح وأولادنا لا تصالح ومالنا أبعد ورزقنا لا تبارك إلا قبي دعوات ولا قبي خير طويلة من قبي قدام كل الناصحة من قبي كل نصيحات تم اجتماعنا نشرت من قبل وشغل سنة تم اجتماعنا نشرت من قبل ولا دعوات تم اجتماعنا نشرت من قبل بإذن الله عز وجل لا خير بعده ولا شر لوحد وبالله يعني رضانا يا رب العالمين نركب بإذن الله عز وجل وقبينا النبي صلى الله عليه وسلم وقبي أنبياء لم تبعنا من قبل ولم هنا تتوم لشبه دي بعلا كمان إلى ما رسنا من قبل ولا شقينا من قبل ولا يعني منزلت وشرف وكان عبايتك بالله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.